انتهت هذه المادة، ولكم تحيات اخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الكوثر، وهي مدنية وقيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصفحة 56 و500. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلف العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي وهذا السياق عن محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك. وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر، وأن آنيته عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي من طريق علي بن مسهر ومحمد بن فضيل كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس. ولفظ مسلم قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم في السماء، فيختلف العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها. فأما قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقد تقدم في الحديث أنه نهر في الجنة. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أنس فقال: حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، وإذا حافته قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسك أذفر، وإذا حصباؤه اللؤلؤ. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. ورواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال:
أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، وهو لفظ البخاري رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا الربيع وأخبرنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل في السماء الدنيا، فإذا هو بنهر عليه قصر من اللؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك، قال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. وقد تقدم حديث الإسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الصحيحين. وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك الذي معه أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. وكذا رواه سليمان بن طرخان ومعمر وهمام وغيرهم عن قتادة به. قال ابن جرير حدثنا أحمد بن أبي شريح حدثنا أبو أيوب العباس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني محمد بن عبد الوهاب ابن أخي بن شهاب عن أبيه عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال هو نهر أعطانيه الله تعالى في الجنة، ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر. قال أبو بكر يا رسول الله إنها لناعمة، قال آكلها أنعم منها. وقال أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله ما الكوثر؟ قال هو نهر في الجنة أعطانيه ربي، لهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر يا رسول الله إنها لناعمة، قال آكلها أنعم منها يا عمر. رواه ابن جرير من حديث الزهري عن أخيه عبد الله عن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فذكر مثله سواء. وقال البخاري حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال سألتها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. ثم قال البخاري رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق ورواه أحمد والنسائي من طريق مطرف به. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة قالت الكوثر نهر في الجنة شاطئاه در مجوف. وقال إسرائيل نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء. وحدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق أو مسروق قال قلت لعائشة يا أم المؤمنين حدثيني عن الكوثر، قالت نهر في بطنان الجنة. قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسطها حافته قصور اللؤلؤ والياقوت، ترابه المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن ابن أبي نجيح عن عائشة رضي الله عنها قالت من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه. وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة، وفي بعض الروايات عن رجل عنها، ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه، والله أعلم.
قال السهيلي ورواه الدارقطني مرفوعا من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروخ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بش قلت لسعيد بن جبير فإن ناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضا من حديث هشيم عن أبي بشر وعطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير. وقال الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير. وهذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن بثار والحسن بن أبي الحسن البصري، حتى قال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة، وقال عكرمة هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا. فقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وروى الأوفي عن ابن عباس نحو ذلك. قال ابن جرير حدثني يعقوب وحدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر أنه قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن جرير عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا، وقد روي مرفوعا. فقال الإمام أحمد حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء قال وقال عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوعا، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية أخبرنا عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن دثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت حدثنا عن ابن عباس أنه قال هو الخير الكثير، فقال صدق والله إنه للخير الكثير، ولكن حدثنا ابن عمر قال لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. وقال ابن جرير حدثني ابن البرقي حدثنا ابن مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده، فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار، فقالت خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل، فقدمت إليه حيسى فأكل منه، فقالت يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك، أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال أجل، وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. حرام بن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث، وكذلك أحاديث الحوض. وهكذا روي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة، وقال عطاء هو حوض في الجنة. وقوله تعالى فصل لربك وانحر
أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، وتحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن: يعني بذلك نحر البدن ونحوها. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرضي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وسعيد بن أبي خالد وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الآية. وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن علي ولا يصح، وعن الشعبي مثله، وعن أبي جعفر الباقر. وانحر يعني رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقيل وانحر أي استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا منكرا جدا، فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم القاضي سنة 55 و200، حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي، حدثنا مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ فقال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل بن حاتم به، وعن عطاء الخراساني: وانحر أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل، وأبرز نحرك يعني به الاعتدال، رواه ابن أبي حاتم. وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم. قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال إن معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به، وهذا الذي قاله في غاية الحسن. وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرضي وعطاء، وقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه، فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة. وقال شمر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس أيضا وعكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحساني.
حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: قادم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصنبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل السدانة وأهل السقاية، فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. وعن عطاء: نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو لهب إلى المشركين فقال: بتر محمد من ليلة، فأنزل الله في ذلك: إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس: نزلت في أبي جهل، وعنه: إن شانئك يعني عدوك، وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم. وقال عكرمة: الأبتر الفرد. وقال السدي: كان إذا مات ذكور غبل قالوا بوتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بوتر محمد، فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر. وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بلوه انقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد ألقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. آخر تفسير سورة الكوثر. ولله الحمد والمنة. تفسير سورة قل يا أيها الكافرون، وهي مكية، الصفحة 59 و500. ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 12 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقال أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد ومحمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي أحمد الزبيري، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي إسحاق به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل هو ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟ قال: أراها زينب. قال: ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ما فعلت الجارية؟ قال: تركتها عند أمها. قال: فمجيء ما جاء بك؟ قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. تفرد به أحمد.
وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمر القطراني حدثنا محمد بن الطفيل حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. وروى الطبراني من طريق شريك عن جابر عن معقل الزبيدي عن عبد الرحمن بن هامش كذاب الأصل لا شيء بعد كلمة ابن انتهى. عن عبد الرحمن بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مطجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. وقال الإمام أحمد حدثنا الحجاج حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي. قال إذا أخذت مطجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة بالإخلاص فيه. فقوله تعالى قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش، وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال لا أعبد ما تعبدون يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله وحده لا شريك له، فما هاهنا بمعنى من. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه. ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال البخاري يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآوات بالنون فحذف الياء، كما قال فهو يهدين ويشفين، وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. انتهى ما ذكره. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد كقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وحكاه بعضهم كابن الجوزي وغيره عن ابن قتيبة فالله أعلم. من فضلك تابع بقية المادة. فهذه ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولا، الثاني ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، الثالث أن ذلك تأكيد محض. وثم قول الرابع نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية لأن النفي بالجملة الإسمية آكد، فكأنه نفى الفعل، وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول حسن أيضا والله أعلم. وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين على أن الكفر كله ملة واحدة، فورث اليهود من النصارى، بالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، آخر تفسير سورة قل يا أيها الكافرون. تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهي مدنية، الصفحة 61 و500. قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وقال النسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا جعفر عن أبي العميس حاء، وأخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا جعفر بن عوض حدثنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وروى الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة البريدي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. وقال الحافظ البيهقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا الأسقاطي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت وقالت أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت. وقد رواه النسائي كما سيأتي بدون ذكر فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري. وروى ابن جرير عن محمد بن حميد عن مهران عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس فذكر مثل هذه القصة أو نحوها. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي، فإنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به أحمد. وروى العوفي عن ابن عباس مثله، وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد: إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى حدثنا الحسن بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. ثم رواه ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلا. وقال الطبراني: حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة قال: نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت. قال: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت إليه نفسه، فقيل: إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها. حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين أن عمر سأل ابن عباس في هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: لما نزلت نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا أبي حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال:
آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، فقال: الناس خير وأنا وأصحابي خير. وقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فقال له مروان: كذبت، وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فلما رأى ذلك قال: صدق. تفرد به أحمد، وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر، فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية، ولكن إذا استنفرتم فانفروا. خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي له ونستغفره، معنى مليح صحيح. وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات، فقال قائلون: هي صلاة الضحى. وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلىها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما، يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش، وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح. قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات، وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن، ثم قال بعضهم: يصليها كلها بتسليمة واحدة. الصحيح أنه يسلم من كل ركعتين، كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنهما من أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم روحه الكريمة، واعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال النسائي: أخبرنا عمرو بن منصور، حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، قال: نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة قلوبهم، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من حديث منصور به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول: سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه. وقال: إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي،
وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند به. قال ابن جرير حدثنا أبو السائب حدثنا حفص حدثنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده. فقلت يا رسول الله رأيتك تكثر من سبحان الله وبحمده لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده. قال إني أمرت بها. فقال إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. غريب. وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتبها هنا. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا. تفرد به أحمد. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن مرة عن شعبة عن أبي إسحاق به. والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمضي سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. الحديث. وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا السيرة، فمن أراده فليراجعه هناك، ولله الحمد والمنة. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي حدثني أبو عمار حدثني جار لجابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. آخر تفسير سورة النصر، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة تبت وهي مكية، الصفحة 63 و500. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال البخاري حدثنا محمد سلام حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها. وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. الأول دعاء عليه، والثاني خبر عنه.
فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتيبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغضة له والازدراء به، والتنقص له ولدينه. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل، وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. ثم رواه عن شريح عن ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره. قال أبو الزناد: قلت لربيعة: كنت يومئذ صغيرا؟ قال: لا والله، إني يومئذ لأعقل، إني أزفر القربة، تفرد به أحمد، إني أزفر القربة، تفرد به أحمد. وقال محمد بن إسحاق: حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد الدالي يقول: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو جمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. رواه أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ. فقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه، وتب أي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه. وقوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وغيره: وما كسب يعني ولده. وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات شرر ولهب وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب. وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي أم جميل، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال تعالى: حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. في جيدها حبل من مسد، قال مجاهد وعروة: من مسد النار. وعن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي: حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة، واختاره ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس وعطية الجدلي والضحاك وابن زيد: كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير: وقيل كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحتطب.
فعيرت بذلك. كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد، والصحيح الأول، والله أعلم. قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة، فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد، يعني فأعقبها الله منها حبلا في جيدها من مسد النار. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال: المسد الليف. وقال عروة بن الزبير: المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا. وعن الثوري: هو قلادة من نار طولها 70 ذراعا. وقال الجوهري: المسد الليف. والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص، وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها. ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فتله. وقال مجاهد: في جيدها حبل من مسد، أي فوق من حديد. ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زرعة قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الوليد بن كثير عن أبي بدرس عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر، وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا يعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال: لا ورب هذا البيت، ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال: وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت، فقالت: تعس مذمم. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إني لحصان فما أكلم، وثقاف فما أعلم، وكلتانا من بني العم، وقريش بعد أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت ثبت يدا أبي لهب، جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر، فقال له أبو بكر: لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيحال بيني وبينها. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، هجانا صاحبك. فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية، ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت: إنك لمصدق. فلما ولت قال أبو بكر: ما رأتك؟ قال: لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلها، ثم كذلك دائما. قال أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنوير، وقد روى ذلك وعبر بالمسد عن حبل الدلو، كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات: كل مسد رشاء. وأنشد في ذلك: وبكرة ومحورا صرارا، ومسدا من أبق مغارا. قال: والأبق القنب. وقال آخر: يا مسد الخوص تعوذ مني، إن تك لدن
لينا فإني ما شئت من أشمط مكس إني. قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيد لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما، لا باطنا ولا ظاهرا، لا مسرا ولا معلنا. فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة. آخر تفسير السورة، ولله الحمد والمنة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.